أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة المصرية إن حجم الدين العام الخارجي نهاية العام الماضي وصل إلى 82.9 مليار دولار في ديسمبر عام 2017، ما يعني أن الدين العام الخارجي يتجاوز ضعف الاحتياط النقدي. وقد أدت زيادة الديون وفوائدها حسب خبراء الاقتصاد إلى زيادة عجز الموازنة ليصل إلى 430 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة. والسؤال، هل الديون المصرية لا تزال عند الحدود الآمنة أم أنها تجاوزتها؟ وإلى أي حد يؤثر ذلك على الأسعار ومن ثم على المواطن المصري؟ من يتحمل النتائج؟ كان هو هذا العنوان نهاية التقرير السابق. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد. أستاذ مصطفى، أهلا بك معنا. قبل أن نبدأ في التفاصيل، حوالي 83 مليار جنيه مليار دولار الآن هي حجم مديونية مصر الخارجية، هل هذا هو فقط الدين الخارجي أم أن هناك أرقام أخرى لم تحسب على هذا الرقم؟ لا، يعني في الرقم الحقيقي تجاوز 100 مليار دولار. وخليني 100 مليار دولار. مليار دولار كيف؟ الأرقام اللي بتعلنها الحكومة، أنت شفت حياتك نهاية ديسمبر 2017. طيب إيه اللي حصل بعد نهاية ديسمبر خلال الربع الأول من 2018؟ مصر اقترضت 4 مليار دولار سندات. تمام. كويس، من الخارج. البنك المركزي اقترض 1.79 مليار دولار، أظن خزانة دولارية، تبقى كده كام؟ 5. مصر اقترضت، حصلت على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي وليس الصندوق بقيمة 1 مليار دولار. تمام. 6. مصر حصلت على تمويل من البنك الإسلامي للتنمية 3 مليار دولار لتمويل مشتقات بترولية. تمام. كويس. احنا الشهر القادم مصر هتستقبل بعثة من صندوق النقد الدولي عشان تفرج على 1.25 مليار جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، يعني قبل نهاية يونيو. وبالتالي ضيف هذه الأرقام، ماشي، ضيف تاني 20 مليار دولار دين على البنك المركزي عبارة عن اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة. 20 مليار دولار. 20 مليار دولار اللي احنا بنسميها الأموال الساخنة دي، وكالة فيتش، وهي وكالة من أكبر وكالات التصنيف في العالم، اعتبرت أن هذا يدخل في إطار الدين المحلي. عشان كده فيتش قالت أن دين مصر تعدى 100 مليار دولار. طب اسمح لي. طيب. أنا عايز أحسب وراء حضرتك، اتكلمت عن 83، ده اللي المصادر الرسمية 83 و20، يبقى احنا 103، 4 سندات يبقى 107، بنك مركزي 1 108، بنك يعني دولي 109، 3 البنك الإسلامي، البنك يبقى الإسلامي 112. هناخدهم على 3 سنين خلاص، ما تعتبرهمش حاليا دلوقتي مش بس موجودين. طب واحد صندوق النقد الدولي علي. واحد دولار. لا، واحد مليار دولار البنك الدولي ومليار كده، حتى بنتكلم في ما يقرب من 109 110 110 مليار دولار. كويس. انت بتدفع عليهم كام؟ العبء الدين بس انت بتدفع عليه حوالي 4 مليار دولار بما يعادل 70 مليار جنيه.
يعني اللي عبء دين. عبء دين ده مش أصل الدين. الملاحظة الثانية أنك أنت وجدت تسارع كبير في الدين الخارجي خلال الأربع سنوات الأخيرة. إحنا كنا بنتحدث على رقم في 2012 43 مليار دولار. سيسي مسك والحجم الدين الخارجي المصري 43 مليار دولار. 43 مليار. لا السيسي تولى 46 مليار دولار. لكن ما 2012 عدلي منصور. يعني عدلي منصور كان 43 مليار دولار. السيسي 46 مليار دولار. يعني السيسي لما مسك كان 46 واحنا بنتكلم رسميا دلوقتي في 83 غير الارقام الاخرى اللي هي 183. 83 اللي هي نهايه ديسمبر يعني انا بكلمك على نهايه الربع يعني الاول. ده زادت اكتر من 50 من 100%. لا اكتر من حوالي 2.5 في يعني مقربه ل 2.5%. طيب ده الزياده دي على الرغم من المساعدات الخارجيه الضخمه جدا سواء من دول الخليج او الاتحاد الاوروبي. يعني الاتحاد الاوروبي طبقا لمدير المفوضيه الاوروبيه بيقول ان احنا ادانا 5 مليار يورو خلال السنتين اللي فاتوا. ال- 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 القصه دلوقتي ان احنا يعني بجد دخلنا في نفق مظلم للدين الخارجي. الله اعلم. طب انا عايز اخد بس الكلام منك واذهب الى ضيف اخر ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره، الدكتور علاء عبد الحليم الخبير في الشان الاقتصادي. دكتور علاء، اذا ارقام رسميه بتتكلم عن 83 مليار دولار حجم الدين الخارجي لمصر. الاستاذ مصطفى عبد السلام بيقول لا الرقم تخطى ال 100 مليار وحقيقه هكذا وكاله فيتش تقول. هل ما زالت المديونيه الخارجيه لمصر عند الحدود الامنه ام تخطتها؟ يعني سيدي الفاضل لا زالت الحدود في المنطقه الامنه، لكن احنا بنتكلم ان في دين محلي وفي دين خارجي، والخطوره الحقيقيه على مصر في الدين الداخلي اكثر نتيجه ان الدين الداخلي محمل باعباء كثيرا نتيجه ارتفاع سعر الفائده، لكن الدين الخارجي لا زال في المنطقه الامنه. ومن الخطا ان احنا نضيف ال 20 مليار دولار اللي الاجانب اشتروها في لزوم خزانه، لان هم مشترينها في لزوم خزانه بالجنيه المصري، وده بتتحسب كدين محلي سواء بالنسبه للفائده او بالنسبه للعائد. هو كام الدين المحلي يا دكتور؟ الدين المحلي كان في مصر دلوقتي؟ المحلي تجاوز 2.8 تريليون. لا استاذ علاء، الدين المحلي 3.4 مليار، وحتى السيسي قال الرقم ده. 2.8 ازاي؟ 3.4 تريليون. بعد كده يعني نتكلم 2.8 دي كانت من سنتين. ده كان بالدولار يعني؟ لا انا بتكلم 3.4 لا الدين تريليون. المحلي انا فاهم الداخلي، الدين المحلي الداخلي 3.4 تريليون. طبعا الرقم مصطفى يكون اكثر دقه من رقمي، لكن الامر مرتبط ان لا زالت الى الان الديون في المنطقه الامنه، وان هي ما بتتجاوز 90-95% من الناتج القومي. ولو ان ربما الامر انا بعيد تكرار ان الخطوره الاكبر بالنسبه للدين الداخلي نتيجه العائد العالي اللي كانت مضطره اليه. استاذ علاء وزير الماليه نفسه قال ان الرقم 41% من الناتج المحلي، وان احنا بنسعى لخفضه الى 34%. انا بقول لحضرتك ارقام رسميه. اجمالي الديون كلها سواء خارجي او داخلي احنا بنتكلم في 4.3 تريليون جنيه. 3.4 تريليون. 4.3 تريليون. ده الدين سواء داخلي او خارجي. طب هو ساعة ما تولى السيسي كان 1.7 تريليون. طيب يا دكتور حضرتك يعني بتقول ان الخطورة الاكبر في الداخلي مش الخارجي. طب يعني اسمح لي بغض النظر دلوقتي، لماذا دخلت مصر في حدود الخطر فيما يخص سواء الدين الداخلي او حتى الخارجي يعني؟ لا يا سيد الفاضل، السنين السبعة الماضية منذ ثورة يناير الأمر كان مرتبط أن في كثير من وسائل الإنتاج تعطلت، والسياحة تأثرت سلبا، خاصة تفاقم الأمر بعد السياحة الروسية وانفجار الطائرة. لكن الأمر مرتبط أنك أنت بتحاول تتماسك كدولة، وأن الأمر لا زال أنك أنت مشكلة الدين دي موجودة في أمريكا، موجودة في أوروبا، موجودة في الصين، موجودة في كل الدول. يا سيد الفاضل ده بيمثل السرطان اللي هو بيمثل خطر على كل الاقتصاديات، وأن مصر مفروض أن هي يكون في رؤية سواء بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة للحكومة لإدارة هذا الأمر، سواء بالنسبة بس اسمح لي يا دكتور، يعني إزاي أن الرئيس السيسي يتولى حكم مصر في 2014 وحجم الديون 46، أنا بتكلم عن الخارجي 46 مليار دولار، وكيف تصل إلى 83 مليار دولار في أربع سنوات يا دكتور؟ هل ده طبيعي؟ ده طبيعي يا سيد الفاضل، الاقتصاد هو اللي بيحكم، والأمر مرتبط إن نتيجة التعويم
ده تفاقم الامر وتزايدت الديون، وان الامر ده شانه شان كل الدول سواء في قطر في اوروبا في السعوديه في امريكا في كل ده. فالامر كويس كويس. ما دلوقتي جميل حضرتك قلت نقطه مهمه. الزياده الفاضل امريكا هي اكبر مدينه في التاريخ، الامر مرتبط ان دي حقيقه هي نقطه كويس. طيب حذرت منها المؤسسات الدوليه. دلوقتي في دين المفترض بينعكس مثلا على سعر صرف الدولار، الحقيقه لا، الدين زاد بنسب تصل الى 100%، بتكلم عن الخارجي، وسعر صرف الدولار النهارده يعني 17.75 على ما اعتقد، يعني سواء اقل او اكثر بقليل. طب ده ما انعكس ليه على سعر الصرف؟ يا سيد الفاضل مصر قادت التعويم والنجح في التعويم في مصر بصوره جيده بس. واصبح الامر الان في سعر رسمي اصبح ده، ولو قارنا مصر بدوله جاره زي السودان اللي انتوا دايما بتتحاشوا الحديث عنها، الامر تفاقم بصوره غير عاديه في السودان. فالامر يا سيد الفاضل ان في مشاكل اقتصاديه والكل معترف بيها والكل بيحاول ادارتها قدر جهد. يعني هو حضرتك من دور أكبر. احنا طبعا لا نتحاشى الحديث عن احد، لكن هي الفكره انت دلوقتي بتقارن مصر بالسودان، شايف ان الاوضاع واحده، وبالتالي لان كان بيقارن عكس ذلك. يعني على اي حال ابقى معي دكتور علاء، ينضم الينا عبر سكايب من اوكلاند الامريكيه الباحث الاقتصادي الاستاذ مصطفى شاهين. استاذ مصطفى ارحب بك معنا، وابدا من حتى من كلام الدكتور علاء من القاهره، ضيفي من القاهره. لا الامور امنه وده امر طبيعي، ما هي امريكا اللي حضرتك بتتكلم منها الان هي يعني اكبر مدين في العالم الان. ايه رايك في الكلام ده من الناحيه الاقتصاديه؟ الحقيقه اولا دعني ارحب بحضرتك وبالاستاذ مصطفى والدكتور علاء. شكرا لضيوف حضرتك والساده المشاهدين في مصر وفي العالم العربي. الحقيقه لما تقارن امريكا بمصر وتقول ان امريكا مدينه، هي دي حقيقه. حجم الدين الداخلي الامريكي الان تجاوز حجم الناتج المحلي الاجمالي في امريكا، تجاوز 22 تريليون دولار، وده طبعا رقم مخيف حتى داخل امريكا. وده مش معناه ان انا بقتدي بامريكا علشان هي بتدير دفه شؤونها الاقتصاديه بالاستدانه الداخليه او حتى بالخارجيه، لكن هناك فرق شاسع جدا بين المقارنه بين امريكا وبين مصر. إن أمريكا دولة سوبر باور عندها قوة عظمى لن ترضخ لإملاءات الدول الأخرى بحيث إنها تستطيع الدائمين لأمريكا يأثروا جوه القرار داخل أمريكا. النقطة الثانية إن نسبة الدائمين الأجانب سواء كانوا الصين أو ألمانيا أو اليابان أو السعودية اللي هم شاريين سندات الخزانة الأمريكية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 17%. لكن اغلب المديونيه الداخليه، لان امريكا الوحيده في العالم اللي مديونيتها الداخليه والخارجيه الاثنين واحد مع بعض. ان احنا في مصر بنقول خارجيه لانها بالدولار او بالعملات الاجنبيه، وداخليه في مصر انها بالجنيه المصري. امريكا عملتها من عملات المحوريه او عمله من عملات سداد المدفوعات الدوليه بالدولار. ففي امريكا المديونيه الداخليه والخارجيه الاثنين واحد اللي هم ال 22 تريليون دولار. لكن هذا لا يمنع ابدا ان في ازمه داخل الولايات المتحده الامريكيه من تفاقم المديونيه الداخليه لاسباب ثانيه، سواء ان الحكومه اللي بتدفع فوائد عليها وتمثل عبء داخل الموازنه الفيدراليه الامريكيه اللي بيتقلص ايادي الحكومه، لكن في رجال وصراع بين الديمقراط وبين الريبابليك جوه امريكا علشان يقدروا ان هم يحجموا دور الحكومه. لكن لما تتنقل بقى الوضع المصري بقى الحقيقه، الوضع في مصر الحقيقه الان انت الان الوضع صعب، لان انا كحكومه لما انا كل سنه هدفع من 12 ل 18 مليار دولار كل سنه اقساط الدين الاقساط بالفوائد، لما تقول 18 مليار ونسبتهم كامل الصادرات المصريه التي لم تتجاوز 25 مليار دولار، يبقى الحكومه هتكون في وضع صعب. ولذلك ستشاهد في الفتره المقبله أن الحكومة شاءت أم أبت ستقترض قروض بالدولار أو بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أنها تسد مدفوعاتها سواء الربع السنوية أو السنوية تمام عشان تقدر تدفع دول. أستاذ مصطفى أكثر منه بقى كده هيبدأ الحكومة تخش في مراحل بالنسبة لها. المرحلة الأولى بالنسبة للحكومة يا إما أنها هتزود الضرائب على المواطنين، وده اللي إحنا شايفينه الآن زي ما ضيف حضرتك في الاستوديو الاستاذ مصطفى اشار، ان بعثه الصندوق جايه مصر عشان تراجع حزمه اخرى من الضرائب على المصريين، يا اما الامر الاخر ان الحكومه هتخفض النفقات بتاعتها، وده هنشوفه في اسعار الكهرباء واسعار البنزين واسعار كل ما الحكومه تدعمه في الفتره المقبله، فالحكومه ستاخذ الامرين الاثنين مع بعض.
دوائر طلب انها تخفض المصروفات وتزيد الايرادات الضريبيه. ابقى ما يسن. الامر الثالث، نعم يعني اقول الامر الثالث ثم بعد ذلك اتحول لضيف الاستوديو، تفضل. الامر الثالث، الامر الثالث اللي بيسموه في الاقتصاد ان الحكومه تعمل ديفولت، ان الحكومه تتوقف عن دفع القروض. الحكومه هذا الخيار ليس مطروحا امامها، يعني الدين الخارجي المصري الان سواء 83 مليار دولار او سواء 103 مليار دولار، الحكومه عن طريق المساعده من صندوق النقد الدولي فتح لها الباب انها تختار الخارجيه. فالحكومه ستستطيع انها تسدد المديونيه، لكن على حساب ان المديونيه الخارجيه حددت في الفتره المقبله لتراكمها، وحتى الاتفاق مع الصندوق ان في نهايه البرنامج على ما اذكر 2020 ان المديونيه الخارجيه المصريه ستزيد الى انها توصل ل 102 مليار دولار. ابقى معي في الارقام. طب ابقى معي حق، ساعود اليك بالتاكيد، لكن استاذ مصطفى حضرتك ليك تعليق سريع قبل السؤال الثاني. تعليقات سريعه. استاذ الاستاذ علاء بيقول لك انه زون الخزانه بتاعت الاكتتابات الاجانب في زون الخزانه تحسب بالدين المحلي ولا تحسب بالدين الخارجي، ده غير صحيح، لان الاجانب لما بيخرجوا بالدولار، وبالتالي ده عبء على الدولار. الامر الثاني، احنا مش هنقارن نفسنا بامريكا يا استاذ احمد، ان احنا الدين الخارجي في امريكا زي اكتر مننا طبعا، دي مقارنه مستحيله. الامر الثالث والخطر، انك انت ملاحظ ان الدين الخارجي خلال الاربع سنوات قفز على الرغم ان اسعار النفط ومصر مستورد رئيسي للنفط انهارت، يعني كان 104 دولار للبرميل وصل ل 30 دولار. اسعار الاغذيه اللي مصر مستورد رئيسي انهارت انخفضت، وبالتالي اكبر عنصرين عندك في الاستيراد اللي انخفضوا يعني بشكل كانوا المفروض انخفضوا بره لكن جوه بالعكس. لا المفروض لا، انت طيب بتستورد، وفروا ليك مليارات الدولارات. يعني الحقيقه ده كان سؤالي يا استاذ مصطفى، فكره ان طيب في اقتراض، والاقتراض امر لا مناص ولا مفر منه، لكن ده بينعكس على حال المواطن في مصر ولا طبعًا ينعكس يعني لسبب. اولا انت لما تيجي تسدد 4 مليار دولار فوائد ديون، بس انك انت بتروح مقتطعها من مين؟ المخصصات، التعليم، الصحة، المستشفيات، بناء مدارس وهكذا. دي أول نقطة. النقطة الثانية أنك أنت بتفرض مزيد من الضرائب على الناس عشان تسدد الدين الخارجي، وبالتالي اللي بيتحمل الدين الخارجي وأعباء الدين الخارجي هو المواطن العادي. دكتور علاء، يعني أفهم وأنا غير متخصص أن حتى الدولة لو استدانت، وهذا ما مفهوش مفر بشكل أو بآخر، ده ينعكس إيجابيا على المواطن في المدارس، في التعليم، في الصحة، في الأسعار، وخصوصا المواد الغذائية. الغريب أن في مصر بيحدث عكس ذلك، تزيد مديونية مصر وأيضا ترتفع الأسعار بشكل أيضا ضخم جدا جدا خلال السنوات القليلة الماضية. يعني ما الذي يحدث؟ يا سيد الفاضل، من جزء كبير من الديون دي اللي ديون استهلاكيه، سواء مشتقات بترول او الغذائيات او كده، الكلام اللي حضرتك بتقصده ده لو الدوله بتقترض عشان تعمل استثمارات، عشان تعمل مصانع، عشان يكون في انتاج حقيقي. لكن الامر في الحقيقه الاقتصاد المصري يعني مر بظروف صعبه خلال السنوات السبع، بغض النظر عن النظام السياسي اللي كان بيحكم يعني. فالامر مرتبط ان في مشكله حقيقيه بالنسبه للديون، والمشكله هتتفاقم، وان الحكومه لازم يكون عندها رؤيه لهذا الامر، والبرلمان يكون عنده رؤيه لهذا الامر. الا يحصل تاني انخفاض تاني للدين المصري، او ندخل في مرحله ان يكون في اكثر سعر للدولار نتيجه الضغوط اللي موجوده، سواء عند سحب الاجانب لاستثماراتهم في زون خزانه وتحويلها للدولار او غيرها. يعني الى متى ستظل الحكومه، طيب حضرتك بتقول لا اصل الدوله ما بتقترضش للاستثمار وللتنميه، يعني بتقترض علشان البترول وغيره، طيب انت الدوله المصريه هتقترض علشان الاستثمار وعلشان تخفف العبء عن المواطن المصري؟ لما يعني يكون في بيئه استثماريه جيده، ويكون في هناك استثمار جيد، سواء استثمار محلي او اقليمي او دولي، وعوده للسياحه وانتاج حقيقي، وعوده للمصانع المتعطله، وان يكون في انشطه حقيقيه. وده هيحصل امتى يا دكتور؟ وده هيحصل امتى؟ تعتقد يحصل امتى؟ ظروف مؤقته. انا بعتقد ان الامور في تحسن، لكن الامر انك انت في ظروف مؤقته بتقترض لحل مشكله، سواء بالنسبه للجزء الهيكلي او بالنسبه للاحتياطي او بالنسبه ل يعني احداث توازن. لكن برضه بنرجع للنقطه الاهم، ان مصر دائما وابدا لم يحصل ابدا ان كان في تاخير على سداد الاقساط والقروض على مدار تاريخها، وان ده يعني شهاده جيده للاقتصاد المصري. شكرا جزيلا للدكتور علاء عبد الحليم الخبير الباحث في الاقتصاد، كنت معنا بالولايات من القاهره. دكتور مصطفى، سؤال اخير فيما يخص، لا الدنيا رايحه
مساحه لتحسن في مصر ولشكل من اشكال الاستقرار الاقتصادي حتى رغم كل هذه الديون كما قال ضيفي من القاهره، ايه رايك؟ لا وانا كمان ما بتفقش مع الدكتور علاء لنقطه في غايه الاهميه، ان انت ليك مؤشرات اقتصاديه. احنا الاقتصاديين عاملين زي الاطباء، بناء على مؤشرات معينه بنقدر نقول اه الاقتصاد بيتحسن ولا لا. المؤشرات دولت اربع مؤشرات قدامك، اول شيء بتشوف عمله الدوله، عمله الدوله دي بتنزل ولا بتطلع، فتقدر تحكم على الجنيه المصري بالانخفاض الذي يتم في الجنيه المصري، تقدر تقول فعلا ان اقتصادك مش رايح لفوق. النقطة الثانية استقرار الأسعار، هل البلد دي فيها استقرار في الأسعار ولا معدل التضخم كام؟ معدل التضخم المفروض ده يتجاوز لحام الأحوال 4%. معدل التضخم الآن في مصر لا يقل عن 17%، ده مقارنة ببداية التعويم من 3 نوفمبر 2016 كنا وصلنا ل 33%. المؤشر الثالث بالنسبة لي اللي هو معدل التشغيل التوظيف، إن أنا أوفر فرص للناس، وهي دي أهم معضلة في مصر الحقيقة. معدل التشغيل في مصر او معدل البطاله الان في مصر حتى هذه اللحظه من ابتداء من مجيء السيسي حتى الان لم يتجاوز، انا اسف، ما قدرناش ان احنا نخفضه عن 12%، ده وفق الارقام الرسميه. يبقى انت فعليا نجاحك في توفير فرص عمل وخلق فرص عمل جوه الاقتصاد عشان يكون منتج انت مش قادر تعمل، ده رقم ثلاثه. الرقم الرابع ان انت ما عندكش عداله توزيع الدخول جوه البلد، زي ما انت شايف الان فقراء فقر مدقع واغنياء اغنياء يعني طرف بقى موجود في مصر الان. التقرير الاخير للسفاره الامريكيه بتقول في 5 مليون مصري دخلهم الشهري على الاقل 3000 دولار شهريا، فانت اذا الان في معضله عندك جوه الاقتصاد ان انت مش عارف، انت بتتكلم على اعراض الظاهره وما انتش حاسس باصل المشكله. أصل شكرا جزيلا جدا استاذ مصطفى شاهين الباحث الاقتصادي، اشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من ماريلاند بالولايات المتحده الامريكيه. وتعليق اخير منك في هذا السياق استاذ مصطفى، خصوصا المستقبل الذي يهم الناس. تعليق استاذ احمد، ان كل قرض خارجي بيحمل معه شروط، وانك انت بترهن البلد للخارج. شوف بس انا هدي لك مثال، بعثة صندوق النقد الدولي عشان تفرج بس عن شريحه جديده مليار وربع، شوف في المقابل هترفع اسعار القطارات، هترفع اسعار المترو، هترفع اسعار الكهرباء، هترفع اسعار البنزين، وبالتالي انك انت كل ما تاخد قرض بتعمل لك ربكه في الداخل، في حين انك انت لو كل قرض صندوق النقد الدولي ده لو نشط قطاع زي السياحه هتستغني عن كل هذه الاملاءات والشروط من صندوق النقد الدولي. استاذ مصطفى عبد السلام مسؤول الملف الاقتصادي بصحيفه العربيه الجديده، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائيه مستمره بعد الفاصل، نتابع استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة 2850 خلال 8 أيام من مسيرة العودة. والجزيرة مباشر تلتقي أسرة الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى أحد شهداء المسيرة، ابقوا معنا.